شكراً للحملة التوعوية المقدمة لموظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. خصصنا في هذا اليوم ورشة شاملة لكافة الموظفين، الهدف فيها استعراض السياسات الأمنية الخاصة داخل الهيئة وعرض بعض التجارب الحية لطريقة اختراق هذه أنظمة الهيئة، أو ممكن كيف يمكن يخترق الموظف عن طريق الإيميل أو الرسائل الخاصة في وسائل التواصل وخلافه.